سمير دبو عندما ركب هذا الفريق ما ركبه للبطولة؟ يعني ما في يقول ايه وما في يقول لا، هذا يعاب على سمير دبو. يعني دائما كان إلي ثقة بالحكام اللبنانية، بأي شيء بالحياة في قبول ورضا. شو ما كانت البادجت؟ أكيد أكيد أكيد، أنت يا بتقبل يا ما بتقبل، وقديش بده ياخذ وقديش كذا، قال لي عندك الموضوع كله، لو حتى يعني بيدفع صفر يعني ما عندي مشكلة. انضغطوا كل ضغط هون، شو عم بيخرب، بتعطيه مليون ونص للحكم ما بيطلعوا حق بنزيناته. سمير دبو رئيس نادي شباب الساحل، اهلا وسهلا فيك. شكرا واهلا فيكم. اليوم يعني حلقة بدها تكون استثنائية، خاصة بعد كل هذه الأحداث التي جرت منذ مباراة عهد أنصار بنهائي الدوري اللبناني إلى حتى هذه اللحظة، اجتماعات ومقترحات ومن ثم اجتماعات ولجان. ما نحكي كل شيء عن الفوتبول، خاصة أنه سمير دبو يعني كان القائد في هذه الحملة، خلينا نقول الحملة التطويرية اللي عم تعملها الأندية، وما نحكي عن نادي شباب الساحل، عن المنافسة بالموسم الماضي، ما نحكي عن المنافسة بالموسم الجاي، بنحكي كمان عن اعتكافك بفترة من الفترات على السوشيال ميديا، قلت أنا خلص بدي أترك نادي شباب الساحل. قديش هذه الفكرة بعدها جدية براسك؟ على كل الأحوال منين بتحب نبلش أستاذ سمير؟ أول شيء هذه قاعدة دردشة، يعني بكون مرتاح، احكي اللي بدك إياه. محل ما بدك نبلش، ما عندي. بدك نبلش بنادي شباب الساحل ولا بدك نبلش بالشباب الساحل؟ يلا موسم جو جيد لنادي شباب الساحل. جيد جدا، مش جيد. شباب الساحل أدى، يعني عملنا لعيبة عملوا عليهم، إدارة عملنا علينا، وجهاز فني كفو كمان عمل عليه، يعني مركز رابع. أنا مش مبسوط من المركز، بيكون أحسن. كان بدك أول ثلاثة أنت بدي ظروف، يعني ظروف اللي صارت نحن نرجع نحكي اللي صار بالدوري، بس شباب الساحل يعني من أحسن مواسم لعبها من سنوات. الأكيد أنه نادي شباب الساحل تعرض لبعض الظلمات التحكيمية كانت مؤثرة ببعض المباريات، هيدا الأكيد. ولكن الرأي الثاني اللي يعني في رأي وكمان رأي منطقي، أنه سمير دبو عندما ركب هذا الفريق ما ركبه للبطولة، يعني ما ركبه ليروح فيه ليعمل بطل، خاصة أنه مقومات البطل واضحة، يعني العالم بتقدر تقراها بسرعة، من ميزانية نادي شباب الساحل، من لاعبين الكواليتي للاعبين نادي شباب الساحل، ولكن ربما الظروف خدمت، بالإضافة لوجود جهاز فني جيد قدر يتعامل مع هذه النوعية من اللاعبين، قدرتوا أنه توصلوا، يعني تقدروا تنافسوا توصلوا للمركز الرابع. ليه زعلان أنه أنت ما أخذت البطولة بغض النظر أنه أنت تعرضت لظلمات تحكيمية؟ أنا قبل ما انطلاق الموسم السابق، مقابلة على المقابلة فيه، قلت نحن فريق منافس، ما قلت إنه ولا مرة، قلت السنة قلت له نحن منافسين السنة. أوكي. كنا نقول ثلاث سنين، ثلاثة هيدي منافسين، بلشنا تحضير أرضية مع الله يرحمه الحاج حمود، عم نكمل مع الكوتش دقان، وهي ثلاث سنة لعيبة جيدة، نرجع عم نحكي تعرض لظلمة تحكيمية. هلا في عندي كمان تعرض لظلمة تحكيمية، بس إلا وعليها، بس نحن ثائب الكل علينا ولا مرة ثائبت إنه شيء حالي إجت لمصلحة شباب الساحل، ولا حالي. ممكن حالي ضد ماتش الغازية حطوها مخالفة، يعني مباراة 4-1 هيدي ممكن حالي كان فيها عليها جدل، بس إنه هون بدي أسألك سمير، انت برايك في شيء مقصود تحكيميا كان على نادي شباب الساحل خلال هذا؟ يعني في ناس كانت مستقصده نادي شباب الساحل انه ما تخليه يوصل للبطوله. يعني ما في يقول ايه وما في يقول لا، بس انا بقول دائما الناحيه الايجابيه، بقول لا ثابت انه الاخطاء عم تكون ضدنا، خصوصا نحن كنا دائما تواصل مع ليشة الحكام ومع الحاج محمود، انه دائما
دائما انه يعني شو كانت التبريرات وقتها من الحكمه؟ غلط يعني غلط بتصير، يعني اغلاط بتصير، اغلاط بتصير. لما انه نحن مثل بقولوا انا دائما كان لي ثقه بالحكام اللبنانيه، ولحد هلا عندنا لي ثقه بالحكام اللبنانيه. ممكن واحد اي حدا بردة فعل يعمل شيء، يحكي شيء، يترشي ويحكي، يعني بس كان على التعصيب بيحكي، على التعصيب يترشي ويحكي. كمان في عندك جمهور عريض وراك، انه بيقولوا لك اذا انت ما حكيت معليت صوتك الحكام حيضلوا يظلموك. علينا صوتنا شوي صغير بس انه نلينا نفس النتيجه، ما في نتيجه. هلا الله يعطيهم الحكام، ان الله يعطيهم العافيه، عافي الحكام. الحكام عم لازم يتطوروا، عم يشتغلوا على تطوير، بس لازم كمان ماديا كمان لانه يعني الجانب المادي لازم يتحسن صراحه، لازم يتحول البدلات الماديه للحكام. وهذا اللي امبارح باجتماع نحن الانديه مع الاتحاد سيد طرحه وقال اكيد السنه حيكون الحكام حيكونوا يعني شوي معززين، لانه يعني حرام انه مليون ستيرة على يعني 15 دولار، 15 دولار على المباراه. إيه؟ انه حرام، انه ممكن يجي بلا نفس، ممكن يتحضر بلا نفس قبل البطوله. رح نرجع نحكي بمقترحات التطوير يلي تبنتها الانديه، وربما الاتحاد سيسير بجزء كبير منها مثل ما فهمنا. بس بدي ارجع لنادي شباب الساحل. نادي شباب الساحل عندما اوكي انت قلت على الام تي في انه نادي شباب الساحل هيدي السنه فريق منافس، ولكن السؤال الاساسي طبعا الفوتبول هو عباره عن مال وبيتبع تخطيط، بس مهم المال يكون موجود، يعني المال عامل اساسي بالفوتبول والنجاحات. انت تقريبا قديش ميزانيتك كانت هيدي السنه؟ بين 700,000 و800,000 قلال بهالوضع. لا منو نقلال، ولكن صح 700,000 800,000 منو نقلال، ولكن انت عم تنافس انديه ميزانيتها $1,700,000 و$2,000,000. يعني فهل من المنطقي يعني برايك شو هيدا الجاب المليون دولار؟ شو اللي بده يقلصوا هذا الجاب؟ جهاز فني او لاعبين؟ بنحكي نحن في فرق مليون دولار بينك وبين الانصار وبينك وبين العهد. مين بالمنطق عم نحكي نحن فوتبول كصناعه؟ مين هلا كصناعه؟ نحن عم نشتغل صناعه فوتبول هلا خلال الاكاديميه اللي عندنا، خلال اللعيبه عم يطلعوا من الفئات العمريه للفريق الاول. عندنا 6 لعيبه هلا صاروا بالفريق الاول، هدول انتاج محلي. هيدا من الصناعه. نحن ما عم نروح نجيب اللعيب الخارق وبقول لك بدي 50,000 و100,000 و200,000. عم نجيب اللعيب وعم يتطور عنا، عم يتطور عنا، وعنا جهاز فني كفو هو اللي عم بيكفل الموضوع، عم مثل بيقولوا عم بياخذوا بطريق مزبوط مزبوط، وعم يتعلم مزبوط. هلا اللعيب اللي بده يوصل عم يوصل، بده يوصل. وهيدا الفرق بيننا وبين غيرنا من الانديه، انه عم نجيب نحن كميه النوعيه وسط، مش عالي كتير، بس عم تصير بعدين نوعيه جيده جدا بالتطور اللي عم بيصير بالاحتراف اللي عم بيصير بطريقه العمل الاحتراف اللي عم بيصير بالفريق. يعني هلا تبعتوا سياسه تربيه اللاعبين وليس شراء. اصلا قليل ما نادي شباب الساحل كان يشتري لاعبين، والدليل انت اليوم بهذا الموسم اللي مضى مستعير يمكن اكثر من 4-5 لاعبين. صحيح. ولا لا؟ صحيح. هذا يعاب على سمير دبوق. يعني في ناس بتقول في رب قائل بيقول انه سمير دبوق بده ياخذ بطوله ومستعير 4-5 لعيبه. اللي بده ياخذ بطوله بده يكون لعيبته له، بده يكون اخر شيء حاطط بادجت مرتبه وحقه ينافس على البطوله ويحلم بالبطوله. من مين اخذت اللعيبه انا؟ انت باخذ الله من العهد. من العهد انا غلبت العهد، الوحيد اللي غلب العهد شباب الساحل بدون لعيبه لعيبه العهد. صح. يعني انه هو بس لانه تميم كمان بحلقه سابقه هو قال انه انا بعير وبعير بدون مقابل، بس انا ما بفرض انه مثلا انا عاير شباب الساحل 4 أو 5 لاعبين، ما بعرف الرقم قد ايه، ولكن انا ما بفرض عليهم انه يلعبوا، ما يلعبوا كلهم، في 2 بيلعبوا و3 ما بيلعبوا. احنا في واحد بس بيلعب هو حمزه الخير، بس الوحيد اللي بيلعب. هلا بغض النظر نحن لخبر خبريه، باي شيء بالحياه في قبول ورضا. صح. يعني اذا انت قلت لي، اذا اجى قال لي ابو جاسم تميم ابو جاسم قال لي هاللعيبه
هاللعيبه يعني برضه يعني ما برضه يعني. قال لي هاللعيبه الكوتش بده هني. قلت له كوتش تبي هدول اللعيبه ما بيلعبوا ضد العهد. قال لي ما في مشكله ما يلعبوا ضد العهد بس بدي هني بس انت ربحت على العهد بلاهم. بليهم بعد على العهد بليهم. قال لي ما في مشكله انه ماتشين بلا بس انه ساعة بالسنه حنلعب 4 مطوشه يعني. هلا بالنصف نهائي الكاس مع العهد بيلعبنا بالذهاب ثلاث مباراة بالدوري بالذهاب المنتظم وبالفاينل ثلاث يعني 4 مباريات مباريتين على اساس مباراتين طلعوا 4. هلا اربع مباريات يعني خلي هاللعيبه كمان اللي يكون عنده حافز يعني. انت عم تلعب ضد العهد بطل لبنان ضد العهد شان بين العهد فريق كبير عنده نجوم عنده نجوم يعني اللعب ضدهم يعني لعب ضدهم لعب حلو بتنبسط في متعة. ونحن دائما نحن والعهد في نديه صحيح في نديه وان شاء الله بنصف النهائي بنغلبهم بنروح على الفينال. هلا عندكم نصف نهائي قريب بعد 15 ان شاء الله مثل ما عرفت تقرر ليه بعتقد بس سمعت اني من مدير النادي خلي 15/4 ما بعرف اذا بعرف شيء رسمي الاتحاد او لا ما بعرف. على كل الاحوال هل يعني في يا 15 يا 16 يمكن تلعبوا ب 16 ممكن ممكن لانه احنا عم ننسق مع الاتحاد لنقل هذه المباراه لانه في ب 15 نجمه برج ربما ممكن تلعبوا يا ب 16 حتى يا ب 17 لانه بيكون في يعني تقريبا بس انه رح ننقلها ان شاء الله لانه الله. مباراه مهمه مهمه جميله. طيب هول الاربع لاعبين اللي كنت مستعيرهم من نادي العهد رديت لهم اياهم صح؟ بيلعبوا هاي المباراه او ما بيلعبوا هاي المباراه لازم ترد لهم يمكن يلعبوا هالمباراه وخلاص ويمكن يلعبوا ما يلعبوا هالمباراه ويروحوا يلعبوا فينال. اوكي عال ساعة جيدة انه قادر تتخطى العهد وعملتها ان شاء الله ربحت على العهد. بس السؤال الموسم الجاي لانه كنت صرحت تصريح كان لافت انه انا من الموسم الجاي ما بقى بدي اعارات هيدي الخبريه ما بقى بدي اياها ما بقى بدي فوت فيها ما بقى حدا يفرض علي ما يلعب لي لعيب. لا مش هناك لا مش هناك يعني انا يعني صار معي من وراء الظلم اللي صار معي عملت رد فعل. هلا اخر شيء صار مباريات مثلا حساسه بيننا وبين الفرق صاروا مطلوب من شباب السياح يلعب يربح من الكل يربح من الكل مشان مثلا ياخذ البطوله فريق ثاني. طب انه هو صار سلكتيف يعني مثلا الساحل لازم يعرقل النجمه عشان الانصار مي مي والساحل لازم يعرقل العهد كرمال النجمه كرمال الانصار كرمال كل جمهور بده الساحل بخدمته وكله تقريبا يعني مش انه صار صرنا يعني كل يوم بالصبح في اطلع على الواتساب تعولي على الفيسبوك تعولي لي حالي عم بنساب اخر شيء انه يعني مشان هيك هيدي اللي ردت فعل. قلت اوكي بالفوتبول ما قلت بدي اترك شباب الساحل ما حد ما بتركه شباب الساحل لو ما كنت لا انت طلعت حطيت بوست صح قلت انه هجرتها للعبه ايه صح ولكن لن اترك نادي شباب الساحل صح هيدا الرواتب رح تبقى شغاله صحيح. بعدك عند هذا صحيح اذا بيجي حدا موجود حدا هلا انا مستعد نص الميزانيه اتحملها بيعمل رئيس وانا بكون برا انا بكون مبسوط. برايك في حدا اي حدا بيجي بياخذ هالليخه بس في حدا برايك يعني شيء اذا بيجي حدا بحب الفوتبول ممكن 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 ليش لا. لا نادي شباب الساحل له خصوصيه يعني هو نادي منطقه لا شباب الساحل للكل للجميع شباب الساحل صاروا بالنهايه نادي يعني تاريخيا ونادي يعني بيمثل ساحل المتن الجنوبي مش هيك؟ 100% اخر شيء بده يجي حدا من فعاليات هذه المنطقه يعني. لا ما ضروري ما عندنا مشكله وبتصور غير موجود هذا الاسم ما عندنا مشكله اي رئيس هلا يجي هلا موجود نادي بحب اللعبه وانا بكون وراه مش يعني بساعده قدامه بساعده لانجاح النادي. انا عندي هالاكاديميه مبسوط فيها وسط الدنيا والفئات العمريه مبسوط فيها قد الدنيا سلموني هن وبدفع نص ميزانية الفريق الأول وبعض على جنب ويعمل رئيس يعمل اللي بده إياه أنا ما عندي مشكلة. طب هذه فكرة واقعية هلأ ولا لا ليش طلعت هالفكرة؟
عرفان من الجو لا لا ولا العبء المادي صار كبير ولا اثنين سوا؟ مش قصة العبء المادي، العبء المادي هلا 800 ألف دولار بالسنة، يعني سنة حتكون أقل بكثير، يعني سنة أقل بكثير سنة، إيه ما حنفوت ب 800 ألف، لأنه عندي يقين، هلا عندي يقين إنه بعد سنتين ثلاثة من هلا حيطلع عندي كمان جيل، ما أحكي شيء سلبي يعني هلا، إنه إنه ما حياخذ حياخذ بطولة أو ما حيخلوني آخذ بطولة. إن شاء الله السنة هلا في فار، إن شاء الله السنة كل واحد بياخد حقه. أوكي. الفار بـ 90-95% بيحل المشاكل، بدل في المشاكل اللي عم نشوفها هلأ شوية بالعالم. إن شاء الله إن شاء الله بهالسنتين ثلاثة بيطلع من الفئات العمرية بيصير الفريق الأول، ساعتها نحن بنكون كل شيء صنع محلي، صناعة محلية من شباب الساحل، هون ساعتها بيكون اللي بدي إياه عملته. ممتاز، يعني عم تراهن على جيل جديد، ما عم يعني خلينا نقول ما عم تفكر، منه هاجس البطولة عندك، ولكن إذا اجت سنة الجاي ما في مشكلة. لا لا لا، لو بدي أخذ بطولة كنت أخذت السنة، يعني السنة كنت حاطط البطولة، هلا يمكن سنة الجاي. طيب بدك تنزل البادجت، قد ايه بدك تنزل البادجت؟ للنص تقريبا؟ يعني لأنه اللي قال لك ليه، في نظرية بتقول إنه سمير دبوق يا يحط 300-400 ألف دولار ويبقى بالأولى، يا يحط 1.5 مليون دولار وياخذ البطولة، أما يحط 800 ألف بالنص لا حينزل ولا حياخذ بطولة، آخر شيء هيدا هدر. في نظرية هيك بتقول، مية يعني ناقشت يعني، وأنا مع النظرية وأنت مع النظرية، وأنا وسمعها سمع. يعني لازم تنزل يا بدك تطلع على 1.5 مليون بس لتنافس وتجاهل. شباب الساحل بطل فريق هيك يجي يلعب يأدي، صار فريق منافس. ما فيك كمان ما فيك انه كمان شباب الساحل تيجي يرجع يروح يعاني لننزل. شباب الساحل منافس بال 400 وب 800 وب 700 وب 300 منافس، اللاعبين في هذا الفن الموجود منافس بخليهم يصيروا منافسين. مية مية مية. يعني فريق بدايق. صحيح أكيد. منه سهل الفريق. أكيد. شو ما كانت البادجت، أكيد شو ما كانت البادجت، أكيد يعني المخطط هلا، بس لنرجع هيك نقطر الحديث، المخطط الجديد الاعتماد على ابناء النادي من وعندنا كمان حناخذ لعيبه، يعني حناخذ لعيبه هون اللي حناخذ لعيبه، يعني في عندنا لاعبين حنتم شراؤهم من العهد، شراؤهم من العهد، في لاعبين هلا عم نحكي مع العهد، هلا العهد شراؤهم قبل ما يخلص الدوري، قبل ما يخلص الدوري ما فينا ما عم نحكي بالموضوع، يخلص الدوري لانه في بطوله، في ماتش ضد العهد، بعد ما يخلص الماتش مع العهد ان شاء الله بنقعد احنا وبجاسم نشوف بدهم كم لعيب، بدنا لعيبين او ثلاثه بناخذهم. وبدك تعزز فريق من أكيد اكيد 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 بس بيع شراء، مش بيع شراء، اذا بيقولوا لنا هالفريق اللاعب بيقولوا لنا اياه بيلعب، نحن هو عم بيقول ادفعوا بدل اعاره وبيلعب، مدفع ما في مشكله، بدل اعاره مدفع، المهم يعني يلعب اللاعب مشان هلا هو حقه بالنسبه يعني هو حقه انه يقويك على غيرك، ما يقوي على حاله، كيف حقه يعني ما يقويك عليه عليه ايه؟ اوكي يعني حقه، يعني بالنهايه انت يا بتقبل يا ما بتقبل. صح، انا قبلت مثل ما قبلت، قبول ورضا، قبول ورضا، انا قبلت انت قبلت يعني المسؤوليه، يعني في غيرك قبل كمان، وفي غيري خال اهلي، في غيري كثير حيقبل، في غيري كثير حيقبل، هيدي الامور يعني صارت مثل بقولوا صاروا كل يوم بيتناولوها الاعلام، بيتناولها حتى اجتماع الانديه يتناول الموضوع هيدا، انه انت عندك كل هاللعيبه، فتح بشكل معمق هذا الموضوع. صحيح، عندك كل هاللعيبه، طبعا دول حلول. صحيح، يعني ما في حلول، اخر شيء الانديه بتهجم على نادي العهد او على غير انديه من هذا الستيل اللي عندها خزان لاعبين عم تعيرهم، وبنفس الوقت بس تخلص الاجتماع بتروح بتقول لهم بليز بدي لاعب من هون اعاره، يعني ممكن يعني الامكانيات الماديه هي للانديه. انا عم بحكي بناحيه نادي العهد، نادي العهد هو حريشتي اللي بده اياه، انا حكوا بانه البادجت يعني تقليص لكل الانديه، نفقات لكل الانديه، يعني يعملوا سقف سقف انفاق، هيدي مثل ما بيعملوها باوروبا، هلا يعني ما بعرف اذا بتمشي او لا بلبنان، هي بدها مصداقيه من الانديه. صحيح، بدها مصداقيه من الانديه، ايه ممكن تحت الطاوله يصير 100,000 ديل، اخر شيء فيك تقدم انت ميزانيه للاتحاد شيء وتحت الطاوله شيء ثاني. 100%، هلا هلا برا لقطوا كثير للانديه، عم تنلقط برا بالموضوع هيدا، بس انه عندنا بلبنان انه ما بعرف اذا في امكانيه تطبيقها او لا، هلا من هي هو حر، بس هو يجب بدي عيرك يعني او بديش عيرك، بس عندك انت بالاعاره معه، عندك كم من اللعيبه، كم كبير من اللعيبه،
كلهم هدول لازم يلعبوا درجة أولى، هدول بفيدوا منتخبات لازمات للمستقبل. ما عم يستفيد منهم، ما عم يستفيد منهم المنتخب لبنان، ما عم يستفيد منهم لبنان. مشان هيك اللعيبة كلها هيدي لازم تلعب. إذا في نظام إعارة مع دفع، وللأسف الأندية تقريبا كلها إنه تعبانة ماديا خصوصا بهالظروف، بيصير مع دفع ساعتها هيك بدل إعارة بيلعبوا. في طبيعي هذا أنا ما عندي أنا غير الموضوع هذا من العهد يلي يا بدك تشتريهم يا بدك تدفع بدل إعارتهم وتستعيرهم. في لاعبين اليوم أخذنا حارس مرمى الغازية رسميا صارت صحيح حارس مرمى الغازية اليوم أول دياب أحمد دياب أحمد دياب صحيح. أحمد دياب أحمد دياب عالي يعني عززت مركز حراسة المرمى عندك صحيح ممتاز صحيح. صار عنا في حراسة المرمى ثلاث حراس جيدين، هن بيتنافسوا مع بعضهم وبيلعب أحسن. كابتن علي فقيه والجهاز الفني بيقرر مين بيلعب. طيب هذا بمركز حراسة المرمى، بعد في هناك بلان أكيد. تقدر تعزز أكيد. فريقك بغير لاعبين؟ أكيد في جمعت أنا والكوتش وعطانا الأسامي اللعيبة، وهذا بس يخلص الدوري نقدر نحكي مع الأندية إنه خصوصا مع النادي العهد. يعني بصراحة الموضوع معلق بالنادي العهد، بلعيبة من النادي العهد. يعني بدك تركب فريقك بلعيبة من النادي العهد، شراء من النادي العهد، وإذا إعارة بخلوني يلعب إعارة كمان لمدة طويل، مش سنة أو سنة، ثلاث سنين بالقليلة. ثلاث سنين أنا بدك تركب فريق، ما بدك تركب فريق لسنة يعني. مشان هيك يعني لازم إن شاء الله بنوصل ل مثل ما بيقولوا اتفاقية نحن ونادي العهد. راضي عن الجهاز الفني؟ الجهاز الفني بصراحة بقيادة إيفانوفيتش، يعني احنا الكابتن إيفان كوتش كبير وعم شوف بصماته، يعني الفوتبول اللي عم نلعبه، يعني ان شاء الله يعني شوي زلوا معنا سنتين ثلاثه بنوصل لمحل يبقى معنا سنتين. بس هون بدك تسمح لي بس سمير، ليش سمعنا انه إيفانوفيتش عرض نفسه على كل الفرق اللبنانيه؟ يعني اتصل بالانصار واتصل وعرض نفسه. بدك تصلح لي اذا عندك هيدي المعلومه، او قد ايه هاي المعلومه بتطمنك انت على راس، خاصه هو على راس الجهاز الفني. انا بصلح لك. لا عم بقول لك بدك تاكد لي ولا تنفي لي. مش هيك اكيد بين في الموضوع. ليش مش مزبوط؟ ليش؟ لانه الانصار من جو الانصار قالوا انه عرض حاله علينا، جو النجمه قال عرض حاله علينا، جو العهد يعني خلينا نقول مش تميم لانه ما حكي بهذا الموضوع، بس في ناس بلش تحكي انه كمان عرض حاله علينا، خاصه انه قال نادي شباب الساحل ما انه نادي منافس بقدر يجيب بطوله. هذا كان يعني السبب اللي كان يشرح له نيه للانديه. خبري كيف تم اتفاق كان تحت بيته، قلت له كوتش شوي اذا بدنا نروح نكزر كزوره طلعنا على الجبل. قلت له كوتش طلعته على سوفر، يمكن على سوفر. قلت له كوتش شو بدك تجدد؟ قال لي ما بدي شيء. قلت له بدك زيادة؟ قال لي لا. قلت له شو بدك؟ قال لي بدي بيت غير هالبيت. قلت له مش الحال، بدي سيارة غير هاي سيارة. أوكي. معه سيارة انه غير سيارة بده يجدد. بده اوكي وشي. قلت له كمان دفع زيادة. قال لي ثانك يو. دفع انت عرفت. قلت له دفع زيادة. قال لي ثانك يو. خلصت هيك بدقيقتين لهلا ما حكينا قديش المبلغ وقديش بده ياخذ وقديش كذا. قال لي عندك الموضوع كله. اوكي في سئلة هالدرجة. وكلمته كلمة يعني. وقال لي بلبنان حتى ما اكون انا مفتري يعني، سمعت هيدي هاي خبرية انه عرض نفسه لانه نزل يعني كانت بالسوق. لا سمعت انه الاندية حكت معه. الاندية حكت معه. الاندية حكت معه. بس الاندية بتقول هو عرض نفسه. صراحة انا النجمة ما سمعت انه حكت معه، والعهد ما سمعت انه حكت معه. سمعت انه الانصار حكت معه. بس هو قال لك انه الانصار لا ما حكيت موضوع انا هذا. طلعت انا وياه يعني، لانه عم بسمع كثير كلام، قلت حاطلع خليني اخلص الموضوع على بكير. حيخلص بكير على الموضوع ونشوف كمان نجيب له شو مدرب. طلعت انا هيك بنفسية هيك. طلعت انه كثير اهين من اي لعيب. تخيل من اي لعيب بدك تحكي معه ليجي على يلعب فوتبول لبناني مش اجنبي. اهين من لا الاجنبي اهين من اللبناني. اللبناني كمان احتياط صحيح منه ذا. وكمان جددنا اللاعب الاندرو اللي فيه على النص.
الان الاجنبي الاجنبي كمان والله ممتاز هذا اللاعب جد جدين. هو افضلهم كان صحيح صحيح صراحه صحيح. وشباب هيك بعده مدرب عم يدوس وضعهم هلا لقدام ما عطى كثير بوبي لانه اجى بوبي اجى هو لعيب اجى كثير ثلاث اربع اخر مباريات كان كثير منيح اجى شوي ناصح لحضر وكل شيء ونحن بهالمركز يعني مركز حساس ايه. عندنا فضل عندنا فضل فضل نحن بدناش مثل بيقولوا حاولنا حاول الجهاز الفني ما يحطمه يعني يحطمه لانه مرق مده نفسيته هبطت رغم انه هيك فضل انه يدلوا بوبي على الزيح يلعب ويلعب فضل ويعني يعني الامور حتى فضل عم يلعب كان عم يلعب هلا بس الملعب شو اسمه ايمانويل هيدا يوم فوق يوم تحت هيدا لعيب كتير كبير حقيقه بحيرك هيدا لعيب هيدا اسمه الميزان شباب الساحل وانا طيب بتمنى بس بتمنى بفتره من الفترات كان وضعه يعني عنده اصابه عنده اصابه كان عم يلعب على اصابته يعني مجرم بيلعب على اصابه في مرات يعني تنبهر فيه هذا يعني في مره بتحسه بيلعب عادي بيلعب على اصابته انه هو مضروب بيلعب ممزوق لعب يعني رهيب وبيلعب من قلبه انا يا ريت انه الجهاز الفني بيقتنع انه يعني يعني صحيح يعني لانه لاعب بعتقد بهالنفسيه وبالاخلاق وبالاندفاع قليل ما تلاقي منه هذا الموضوع مع الجهاز الفني ولا يعني ان شاء الله تنحل الامور ان شاء الله. بعدك تقول شيء عن نادي شباب الساحل قبل ما نفتح ملف الاتحاد؟ لا هلا لا بكفي هلا مبدئيا بعد في شيء معلومه بدك تعطينا اياها عن نادي شباب الساحل؟ لا في اداره جديده بشهر 6 ان شاء الله. طب هذه معلومه مهمه ايه ان شاء الله لانه خلصت الهيئه الاداريه ايه. في اسماء جديده حتفوت كمان ان شاء الله كمان بيعطوا بوش شوي هيك سمير رئيس رئيس اذا ما لقى حدا اذا ما لقى حدا بسلم اي حدا من الهيئه الاداريه بيجي رئيس انا بكون معه ما في مشكله ايه. لو حتى يعني بيدفع صفر يعني انا ما عندي مشكله ما عندي مشكله ابدا بالنسبه لي يعني مثل ما بقولوا بحب الفريق وعم بشتغل للفريق ومش عم بشتغل لشيء لغايه تانية بس انه حب للفريق اللي عم بيخليني اشتغل بالفريق شهر 6 في انتخابات جديده يعني بالمنطق من المفترض انه سمير تبوق على يمكن نعملها شهر اول شهر 5 يمكن قبل بوقت انه ان شاء الله بنشوف كيف بنظبطها بس بالمحصله المنطق بيقول انه سمير على راس الفريق ممكن يعني 70% في 30% فايتين بحماس جديد هلا على الدوري الجديد ونسينا الدوري القديم انا سينا والظلمات التحكيميه اللي تعرضت لها و الخبر الخبريه ما بالبلد انه شو في بعد كله راح بدك تسال على فوتبول او كذا بالنهايه بتحب هاللعبه بتحب تربح خسرت هلا وصار في لا حول ولا قوه حول الثانيه ورا دارنا وخلينا نشتغل عن جديد هلا نشوف كيف نوصل الفريق ممتاز خلينا نحكي شوي هلا عن الاتحاد عن اللي صار بعد مباراه عهد انصار بنهائي الدوري طبعا كان لك تصريح يعني كذا تصريح عالي اللهجه قبل المباراه كان قبل المباراه قبل وبعد بعد المباراه يعني هيدي عشوائيا بفتره من الفترات هيدي قبل المباراه اوكي يعني ربما كنت عم تعبر عن غضب حمست حمست يعني انه ظلم يعني ظلم انا مثلا انا قاعد سافرت على فرنسا على اساس يومين ايه. ايام ما حضر ماتش ونجي سافرت سخان تونيك سخنه مرض يعني انه الحمد لله صحيح. الحمد لله طلعت منه وعم وبعدني بنسب وبعدني كذا وبعدني كذا مشان هيك صار الحماس الزياده حماس الزياده يعني انه تحطيت انه من مساوئ الديمقراطيه انه تعطي انه اي واحد فيه يعطي رايه كنت عم بقصد على ناس كل يوم عم بيسبوني كل يوم عم يسبوني عم في عم يسبوني عم بينام عم يسبوني يعني هيدي انه صح في فتره من الفترات حتى كنت ترد بمطرح من مطرح عم رد واخر شيء خلص ما انه صراحه انت اعلى واكبر من هيك اخر شيء قلت حالي شو عم بس بفهمك لانه كان غضب كثير شو عم هذا عم يعطي كل هيدا الشيء للفوتبول وعم ينصاب هيك دون اي سبب وعم يشتغل الفوتبول وعم يشتغل بضميره وعم بيقولوا عم يشتغل فوتبول للفوتبول يعني ما عم بيركب ما عم بياخذ عم يشتغل وهذا للاسف هلا بعد مباراه الانصار والعهد المفترض كان تكون هي المهرجان الختامي صحيح للفوتبول اللبناني اللي صار المسار تعدى يعني تدعينا نحن والانديه المشكورين
اجوا لبوا الدعوه وعملنا الاجتماعات، وان شاء الله كل متحمسين والكل عم يقعدوا مع بعضهم وانفتحت صفحه جديده من الفوتبول اللبناني بتوافق الكل، وان شاء الله بنوصل ممتاز لختمه سعيده نبلش بفوتبول موسم فينا نعتبرها هيدا 23 23 24 يكون موسم مثل بيقولوا انطلاق لدوري جديد لحماس جديد. هيدا اللي قلتها الانترودكشن بدنا نفصلها صحيح. بعد هيدا المشاكل بعد هون كمان بدنا يعني هون بدي اسالك عن شيء كتير حساس، موضوع اجتماع الاتحاد يلي دعا له الاتحاد. الاتحاد دعا الى اجتماع وفجاه رجع غير رايه واجل هذا الاجتماع، صحيح؟ صحيح، بس انا ما بعرف شو صار بصراحة. أنا بلغوني إنه في اجتماع بعد تاني يوم. هل هو نتيجة عدم تجاوب الأندية مع الاتحاد أم نتيجة مثل ما قيل إنه الاتحاد كان بعده مش عقد جلسته وما عارف إذا بده يخلي 14 أو 12؟ أنا رأيي إنه الاتحاد كان بوقت إنه شو وقت تحكي معه شو وقت تقعد معه كان في مشكلة كبير على الأرض، في مشكلة كبيرة على الأرض وبدك يدعي الأندية المشكلة يمكن يطلع يكبر أكتر. بعدين كم نادي بده يدعي؟ 14 ولا 12؟ كان بعده مش مثبت. هي أنا بعتقد مشان هيك أول يوم دعيونا بعتوا إيميل، تاني يوم تلفنوا مدير النادي قالوا له إنه التغى الاجتماع، بس أنا ما بعرف ليش التغى الاجتماع لحد هلا ما بعرف. أوكي. بس بعتقد من الأسباب هيدي، يعني كان في مشكلة على الأرض، في مشكلة الصفا اللي صار، مشكلة اللي صار بنجمة عهد أنصار، هدول شغلات كثير شغلات مش قليلة وخطرة. واللي صار ماتش الصفا أخطر، اللي صار ماتش الصفا أخطر، يعني هاي اللي بأيام الحرب بخص الصفا مش عم بتم الصفا، بس إنه الناس قاعدين على برندات وحاملين سلاح وكذا، إنه شغلة بأيام الحرب بعزة ملعب الصفا اللي هو أساس الفوتبول اللبناني الجديد بدورات الأضحى دورات 16 أزار. أنا كنت لاعب وكنت بوقتها هونيك، يعني بلشنا كنا نروح قبل 6-7 ساعات مشان نحضر مباراة، يعني هني الأساس، يعني الصفا ما بيقبلوا شيء أكيد، بس اللي صار أخطر من كتير خطير، أخطر من اللي صار من بملعب عهد أنصار، ملعب أنصار عهد أنصار، اللي صار صار بالحالتين اللي صار مرفوض مرفوض، ويعني بالسلام العام للاعبين بلعبة كرة القدم ولجمهور مش مقبول أبدا. لجمهور مش مقبول أبدا للجمهور، مين بيأمن ياخذ أولاده عايز يحضر ماتش؟ بدك ترجع تراكم ثقة جديد بملاعب الفوتبول، وهذه مسؤولية الاتحاد بالاشتراك مع الأندية وروابط. مظبوط. استعدتوا عن هذا الاجتماع مع الاتحاد أو بالاتحاد باجتماع دعا له سمير دبوق، اجتماع تقريبا حضروا كل الأندية الدرجة الأولى ما عدا نادي الأهلي النبطي. مية وكلني أستاذ محمد بطار، قال لي أنت إنه يعني موجود، كأني موجود. أوكي. تبرني موجود. ممتاز. شو أبرز البنود يلي انطرحت خلال هذا الاجتماع؟ يعني أول شيء كانت قصة الملاعب، لأنه الملاعب مشكلة كبيرة. نحن عم نتعمل ملعب واحد وملعب جوني، لا في غير ملاعب، بس ملاعب المباريات اللي منقولة تلفزيونيا ما في غير ملعب جوني. صحيح. عندك إمكانية تنقل منه هون، بس يعني تقنيا مش بس موضوع تقنياً. الإضاءة مش موضوع الإضاءة صحيح، موضوع هو تقنياً. ملعب صحيح. وكاميرات يعني أنجل كاميرات كيف قدرت تركبهم على هذا الأساس؟ مي مي لو في ملعب تاني، لو ما في إضاءة، لو في ساعة تنتين وربع المباريات نحن كنا صحيح. أنا بالجو إنه هالملعب ممكن بوقت من الأوقات هالبلدية أو الجيران اللي حول الملعب اللي عم بيصير كل مباراة تكسير، يعني بعد المباراة تكسير وكذا، يمكن يقول له يجي رئيس البلدية لأنه خلاص أنه ربوها ميرسي، خلاص الله معكم وما بدي حدا يجي على الملعب، يعني صرنا بأزمة. شكرا للبلدية اللي رجعوا يعني انه ما توقعت يصير قرار مفاجئ حقيقة، مسؤول يعني شكرا لهم اللي خلوا هلا الملعب رجع مثل حالته الطبيعية، بدنا نحافظ عليه على الملعب لنضل مستمرين، لكن ركبنا غير ملاعب. طيب ملاعب شو الملاعب اليوم؟ نحن عم نسجل اليوم كنتوا عند الرئيس مئاتي بموضوع الملاعب. صحيح. حناخدهم بند بند، في الملاعب، في نظام البطولة، في
تحت ال 21 وفوق ال 30 هول كلها يعني بنود ناقشتوها. بس خلينا اول شيء ملاعب لانه الاهم. صحيح. انتم اتفقتوا تعملوا لجنه تقعد مع الاتحاد، نزلتوا عند الرئيس ميقات اليوم، كيف كان الجو عند الرئيس ميقات؟ الرئيس ميقات قال لنا اللي بدكم يعملوا انا معكم. ايه كيف؟ انا معكم شو بدكم، اي ملعب تستثمروا ملعب. كنتم هن الملاعب مكسرين يعني انه خذوهم، ما بدنا منكم شيء، ما بدنا منكم شيء، خذوهم واعملوهم. هلا في ايام بال انه حدا شركه خاصه، نعمل شركه خاصه وتاخذ هالملاعب وتديرها مثل ما صار بملعب الباسكت. وبعتقد رجعت تعلقت الامور، ما بعرف اذا يعني سمعت اليوم من الوزير او الاتحاد بياخذ هالملاعب. وهيدي بعتقد امكانيه صعبه. ليش؟ لانه الفيفا اذا بده يعمل لك تاهيل للملاعب بده 22 سنه. 22 سنه مده الاستثمار. استثمار. هلا البلديات ما بيعطوك سنه استثمار، بيعطوك 22 سنه. لازم كيف يعني اذا شركه خاصه، بس الشركه خاصه بتستلم هذا الملعب اعتبر لها 9 سنين او صحيح. لخمس سنين. صحيح. هي ساعتها هي هي الشركه هي بتعمل الملعب. هي اللي بتعمل ملعب، بس مفتاح الملعب معها. اكيد اكيد ما بقى خص البلديه. البلديه بتاخذ حصتها السنويه 100%. انت اجرتك البلديه او يمكن بالطراده، او طالما انه مكسرين هالملاعب يمكن تقول لك انت اعملهم ما بدنا منك شيء، لان انت بالنهايه عم تحافظ لهم على شيء. صحيح. على شيء مكسر، على شيء عم ترجع تحييه. تحييه وقلهم عمل له صيانه على مدى طويل. صحيح. وقلهم يعني بالنهايه بالوقت قلهم. انا لو كنت رجل مسؤول بقبل، رجل مسؤول بقبل مشان اللي يدلوا الفوتبول موجود. موجود. هلا في لجنه، عملت لجنه حيجتمعوا مع الوزير، وزير الشباب والرياضه برئاسه السيد هاشم. نعم. حيجتمعوا مع الرئيس يشوفوا يعني يدوروا الزوايا لنشوف لملعبين ثلاث ملاعب البلدي وشو اسمه صيدا، هدول اهين شويه، والمدينه الرياضيه اللي هي اللي عندها شويه هيك سمعت إشكالية. ما بعرف شو الاشكاليه الموجوده، بس انه قال لهم رئيس ميقات قال لهم امشوا انا معكم، امشوا انا معكم. هو لازم يمشوا نحن وراه يعني امشوا يعني بعثوا لي بروبوزل وانا بمشي باي بروبوزل بمشي فيه. اوكي. هيدا يعني هناك لجنه. هلا برايك قد ايه جديه او شيء هذه اللجنه؟ كله محمس. الاتحاد محمس والانديه محمس، كله محمسين. هيدا اللي بيشجعك بالموضوع. قد ايه يعني بنقدر نوصل لنتيجه؟ انا رايي اذا بتثبت. ما من اصطدم سمير بعقبه التمويل. اخر شيء التمويل شركه خاصه، يعني بيجي يمكن شركه خاصه تنعمل من الانديه من رؤساء الانديه مثلا. يعني كلنا ساعتها بندفع. اذا شركه خاصه حزم بده يعملها ساعتها انه في استلمه. استاذ مازن سني عنده بروبوزل كمان، هو كان عرضه على المدينه الرياضيه. ممكن فيه يعني ممشي باي بروبوزل منيح للفوتبول، مش مفروض حدا يقول لا. المده الزمنيه حكيته بالمده الزمنيه قالوا ان شاء الله 10 15 سنه الرئيس. لا لا بحكي لتصير، اعتبر هذه الفكره اصبحت واقعيه والرئيس مئاتي مش قدامكم. هلا اهين شيء هلا ملعب صيدا. اهين شيء ملعب صيدا. ليش؟ لانه ملعب صيدا هو اتحاد بكاس التصفيات كاس العالم مأهله من جوا. بس عنده مشكله بس بالزراعه الارضيه. اي شيء صيدا مفترض يعني بالصيف اذا اتفقت انتم صيدا بالصيف اول الدوري بتلعب عليه عادي. بتلعب عليه دغري. بتلعب عليه عندك ملعب طرابلس بعتقد الاولمبي. لا البلدي بده يحطوا له بروجكتورات في الاتحاد اللبناني، حيعملوا له بروجكتورات بصير يلعب فيه البلدي معال ممتاز. البلدي هيدا اليوم السيد بلغنا انه بيت طرابلس يعني عارفين الموضوع كلهم قبلانين انه بروجكتور عاد بصيروا يلعبوا في نايم بالليل. ممكن اذا حدا اجى من برا يلعب عليه. هو الوحيد العشب الطبيعي. الوحيد عشب طبيعي هلا يعني هذاك. وعندك ملعب صيدا اذا بيزبط كمان كثير منيح. بدل في ملعب البلدي المفروض يتاخذ ينعمل، لازم بالبلديه يشيلوا شوية أمور المشاكل والكذا وحبوا الفية السياسية يروحوا يفكروا شوي بالعالم. لأنه أنا رأيي رأسهم بعضهم أنه هاي الملعب البلدي يصير يعملوا باركينج. أنا رأيي الشخصي هيك تحليلي. يعني ليش بيقولوا لا؟ واحد بيقول لك أنا بأخذ الملعب أنا بعمله أنا بكذا، ليش بيقولوا لا؟
ليش بيقول لا؟ ربما يعني فيش ممكن فيش تصفية براسه. حسابات سياسية أو حساسيات سياسية ممكن بالمنطقة. ممكن ممكن بده يعملوا باركينج، يرجعوا على الباركينج اللي كانوا المشروع القديم المشروع القديم، وهيدا الاقرب للموضوع. وملعب المدينه بده دراسه منيحه. ملعب المدينه عندك بكره، عندك منتخب، عندك ملعب المدينة أولوية طبعا، اولويه. يا المدينة يا صيدا. في عندك مدينه يا صيدا اولويه. طرابلس كمان لا حول ولا قوه، طرابلس إذا لا حول ولا قوه رتب أرضه، إذا بكون عندك بكون صار في إضاءة بتصور بيمشي الحال. بيمشي الحال عال ممتاز. أربع هلا طبعا ما بدنا نحلم، بس إنه أربع ملاعب عشب طبيعي بلبنان بتنقل اللعبة من مطرح لمطرح. صحيح صحيح إن شاء الله على كل الأحوال. إن شاء الله. حكيتوا كمان بعدة بنود أبرزها كان بند نظام البطولة، نظام الدوري. كثير من الأندية طالبت إنه هذا الدوري، وهذا شيء منطقي بصراحة، إنه إحنا اليوم خلصنا دوري ب 12 آذار، بينما كل دوريات العالم بعدها شغالة. بلشنا يمكن بشهر 9 خلصنا شهر 3. مع إنه كان توقف كثير الدوري، لو ما توقف الدوري كنا خلصنا من زمان. بس إنه آخر المنتخبات بالنهاية 21 يعني 21 لعبنا نحن 21 مرحلة، مش هيك؟ صحيح. وهذا عدد قليل، مش صحي. يعني عم نحكي بأوروبا بنوصل ل 55 مباراة بين تشامبيونز ليج وبين الكاس وبين الدوري، نحن عم بلبنان عم نلعب تقريبا تلتون. صحيح. هذا شيء مش صحي. صحيح. كثير من الأندية طالبت إنه يتطول مدة الدوري. هلا تقريبا 10 أندية قبلت بتطويل الدوري، في ناديين بس إنه كان عندهم عدم موافقة. اجتماعنا مع اتحاد امبارح إنه كذا حدا عنده طرح. يعني حدا بيقول ذهاب إياب، يعني 21 مباراة، 22 مباراة ذهاب إياب، 22 مباراة، نرجع 6 ب 6 ذهاب إياب، صاروا 32 مباراة. أوكي. صاروا 32 مباراة. رقم مقبول. صاروا يعني ذهاب إياب لعبنا 22 مباراة، نرجع 6 لفوق و6 لتحت. 5 ب 5 10 32 مباراة. وفي أستاذ إيليا حشوشي رئيس النادي الحكمي عنده طرح كمان، عنده طرح يعني طرح يعني ما بعرف اذا في possibility. يعني انا شفته يعني طلعت عليه على طرح كمان بيطول، كمان بيطول اللعبه بس، ولكن تقريبا بيشبه نظام البطوله الباسكت. باسكت والشغل اللي فيه انه انت باسكت فيك تلعب كل يوم. صحيح. هذا هون بدك تلعب، وبدك ملاعب، بدك ملاعب. يعني انت بس تلعب مثلا في هو عنده فاينل فور، يعني مثل كانه نصف نهائي. صحيح. نصف نهائي عندك، هو مقترح 2 من 3 او 3 من 5 5. باسكت تحمل هذه ال ملعب حشيش، مش بس هيك طبيعي بتلعب ماتش بالجمعة. انت بدك تلعب مثلا اعتبر عهد وساحل بالنص نهائي، بدك تلعبهم ثلاث مباريات ورا بعض او خمس مباريات ورا بعض. صحيح. هيدا تصور على الرغم انه يعني يعني هي يعني عنده جوانب ايجابيه. هلا هيدا بكره بيجتمعوا مع اللجنه الفنيه بالاتحاد، وهيدي يعني بس الارجح ياخذوا، ما بعرف يعني هلا في كذا طرح، لنشوف وين بيمشوا. يعني بدناش نحن يكون طرف ذهاب اياب فاينل 6 روحه فاينل 6 رجع. في بعض حكى عن ذهاب اياب فاينل 4 من فوق فاينل 4 من تحت. بدك شو نعمل فيهم الاربع الباقيين؟ هيدا السؤال. الاربع الباقيين عم بيقولوا بروحوا على البيت. لا هيدا كمان ما مطور، لانه الاربع الباقيين بكون فيهم لعيبه، يمكن يكون فيهم لعيبه للمنتخب. ما فيك تعمل كمان يعني خلينا، لانه في لجنه حيكون في ورشه عمل حتكون موجوده لهذا الموضوع. امبارح كنتوا قاعدين مع رئيس الاتحاد وحكيتوا بهذا الموضوع. صحيح صحيح. شو الاقرب؟ اخر شيء الاتحاد موافق انه يطول مده الاتحاد قالوا لنا شو بدكم، ونحن مستعدين شيء نقدر نعمله بنعمله. يعني ما في شيء اي شيء انه بيطور اللعبه واقع. ما حد قال لكم لا لا. يعني اذا بتقولوا لنا هي الشغله بتطور اللعبه، احنا ليش بنقول لا؟ اذا قلنا لا بكون عم يشتغل شغله ضد مصلحتنا. ليش لا؟ مشان هيك يعني الاتحاد كان جو كان جيد مع رئيس الاتحاد امبارح، وان شاء الله بورشه العمل بنفس العمل قريبا، لجنه ورشه عمل كمان بيكون الامور ان شاء الله بنوصل دوري ان شاء الله. طيب هذا بند تقريبا صار معروف ملامحه النظام، يا فاينل 4 يا فاينل 6، مهم بالنهايه اطول من 22 مباراه. صحيح. اكثر من 22. صحيح. مباراه راح ينلعب. انحكى شيء بخصم النقاط ولا لا؟ لا ما حيكون في نص نقطه عم بقوله.
ما راح يكون نص نقطة. يعني الأندية معترضة على هذا. إيه معترضة على نص نقطة. إيه. على نص نقطة. إيه مش بأنه مع إنه السنة يعني كانوا كلهم حط بعضهم مثل بلاعة السنة يعني. يعني إحنا وطلعنا إحنا مركز تاني بالذهاب كان معنا 23 وصار معهم 24 يعني ماشي. يعني إحنا كنا كتير قريبين كتير على بعضهم يعني سنة ما أسهل كتير بس في ناس ما في مشكلة بأي أي شيء بيمشي مشي فيه ما في مشكلة مهم يطور الفوتبول. هي من منطلق إنه أنا تعبي هيدا ليش عم تخصم لي تعبي تخصم لي تعبي على اثنين ميزتها إذا 24 صار معك 12 وإذا معك 23 صار معك 12. لا الفكرة وين الفرق الكبيرة مش هي ذاتها هن عملوها كرمال الفرق الكبيرة ما تفرق عن الفرق. بس أنت لاحظت إنه يعني نادي شباب الساحل مثلا اعتبر بعيد عن نادي بعيد عنه نادي الأنصار مثلا 10 نقاط عبارة عن 3 مباريات وشوي صح بتخصمهم على 2 بصيروا 5 بصيروا مباراة ونص الفرق مباراة ونص بدل ما تكون الفرق 3 مباريات وشوي يعني بده ليلحقك بده 3 مباريات فهمت بده مباراة ونص فهمت عليك انه هيدي بكل الأحوال عطت إثارة عطت إثارة ومنافسة وبعدين مش مثل ما الكل عم بيقولوا انه فاشلة بالعكس في لا ايجابيات خفت قصه انه القال والقيل وقلنا هيدا عطى وهيدا عطى وهيدا عطى خفت كتير يعني 99% خفت اوكي يعني ما حكوا غير على ماتش الساحل العاد تحت ال 21 وفوق ال 30 كمان فوق ال 30 عم بيحكوا انه يلعب قد ما بده يلعب خلص مفتوحه هيك 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 الحكي ما بعرف شو بياخذ وتحت ال 21 كمان في كذا طرح يعني انه ال 21 وتصير عمر 23 شو وقت تعمل فيه؟ في 21 إذا صار 22 شو وقت تعمل فيه؟ في آخر شيء بدك ترجع تفوت 21 هذا بده يعملوا كمان نظام كمان بده ليش ما بياخدوا جيل كامل يعني بعتبر 3-4 سنين كل فترة 3-4 سنين كمان ما بعرف شو بده يعمل فيه الموضوع هذا كمان للنقاش بس ما في شيء اسمه إلغاء تحت ال 21 لا ما في شيء إلغاء يمكن يكون واحد يمكن أو ما بعرف فيك يعني هذا كله بيرجع للاجتماع الاتحاد الاجتماع الفني وشغل يعني حكي مثلا على الفئات العمرية أوكي الفئات العمرية إنه ليش ليش الصغير إنه ما بيلعب مع الأكبر منه ليش 5 إنه كان رئيس الاتحاد كان جواب مقنع إنه بكرة النادي بيشترك له فئة بفئتين وبيلعب كل هاللعيب الصغار فيها فئتين وبعبش يلعب بعبش يشارك ونحن مستقبلا بننظر نحن مستقبلا بننظر كأندية كاتحاد وكشو اسمه منتخبات بننظر كمان كم شغلة منطقية يعني في شغلات إنه عم ياخذوا يعطوا الشباب طيب هلا ما كمان في اقتراح من الاقتراحات المهمة بموضوع الجمهور الجمهور هيدا اقتراح مهم كتير كل بلدان العالم وقت واحد يكون على أرضه عم يلعب جمهور بيكون له بيعطي قسم صغير للجمهور الفريق الخصم التاني. الخصم فريق الثاني يعني عم تكون انت بتسافر كثير لبرا بتشوف مباريات بيكون حاطينهم بزاوية مقفلين عليهم وعاملين وكذا اوكي هلا نحن بترجع ملاعب لبنان في بوسيبيليتي تنعمل او لا هي بترجع هيدي ال 50 شخص اللي طلبناهم انه بكل مباراه الفريق الضيف يعطيهم للفريق المضيف بدك تلعب شوف الملعب اذا في ملاعب الملعب يمكن بصيدا فيك ملعب طرابلس تحطهم زاوية ملعب المدينه الرياضيه تحطهم زاويه بس بجوني بجوني بدك تعمل بجوني بدك تسكر لهم مدرج شو بدك تعمل الا اذا بتعطي مدرج للفريق صاحب الارض بدك تسكر لهم مدرج انت بتكون عم تضره لصاحب الارض يمكن يجيب بده يبلل المدرج هو بدي ملي المدرج بس هي فكره انه ارضي وارضك جمهوري وجمهورك قديش وارده عند الانديه هاي كلهم توفق تقريبا هيدي تقريبا توفقوا منهم كلهم بس انه على اساس انه يكون شي 50 شخص من الفريق بس انه بدك كيف بدك تطورها وانا رايي صحيه اكثر تحديدا بال يعني خلينا نقول بالمراحل المتقدمه لما تكون منافسه قويه صحيه اكثر جمهور واحد ارضي وارضك على مثل ما فهمت قرعه بتصير صحيح قرعه بالاتحاد صحيح 100% اي مين ذهاب ومين اياب 100% هيدي كمان يعني انت بجيب جمهورك انت ما عندك انه للاسف لبنان احنا بلبنان مسبات وشغلات وهيداك شغلات بكل بلدان العالم بتصير بس لبنان خصيته هيدي ما بتزبط بلبنان هيدي لازم كمان الاتحاد الانديه اصرت على الاتحاد يكون في عقوبات
حازمه مشان ما تصير في الامور تفلت يعني. يعني عم يشتغلوا شغلات ان شاء الله انه بنوصل لنتيجه ان شاء الله. طيب نناقش كمان ببند جديد انتم ناقشتوه باجتماع الاندي هو موضوع التحكيم يلي نادي شباب الساحل عانى منه هيدي السنه. صحيح. في كان اقتراحات ب اول شيء يعني اختيار محاضر تحكيمي على مستوى مقبول اجنبي يكون لاداره ملف التحكيم، وانه لجنه الحكام هي تدير الامر اداريا، بينما فنيا بنسلم حدا بنجيبه من برا هو بيكون مسؤول عن كل شيء، هو بيدرب هو بيسقل هو بحاضر هو بعين. صحيح هيدا البنت يعني تم اقتراحه بس انه على اساس يجي شخص كثير عالي يقدر يستفيد منه يعني يستفيد. هلا هيدا الموضوع يعني حيتناقش كمان يتناقش انه يعني الاتحاد يعني الحكام بيستفيدوا، واهم شيء انت الحكام بدك تريحه نفسيا للحكام يعني. يعني كلنا السنه ضغطنا على الحكام، كلنا ضغطنا على الحكام يعني. انا انضريت اكثر شيء كمان بس ضغطت على الحكام. كلنا ضغطنا، بيشتغل على الضغط بده يغلط، اللي بيشتغل خوفان. انت تشتري سياره جديده اول مره بتسوقها، اول ما بتسوقها بتطلعها بالشركه بتعمل فيها حادث دغري، انا خوفان عليها. صح. خوفان ما تعمل حادث، والحكام هيك انضغطوا كل ضغطهم يعني بدون استثناء كل الفرق ضغطتهم، وهذا شيء غلط. هذا اسلوب على فكره، اسلوب عم تتبعه كل الفرق، اسلوب جديد هذا. في ناس بتبلش قبل الدوره تضغط على الحكام 100%، وهيدا بدك تعطيه ثقه للحكم اللبناني. بدك ترجع له الثقه لحكامك، تحميه بدك تحميه، بدك انا اذا حكيت غلط عن التحكيم كيف مثلا باوروبا مثلا بمدريد هلا مدرب ريال مدريد ما بيسجل يحكي على الحكام، لانه اذا حكي على الحكام مؤتمر الصحافه بوقفوه. طب هذا تناقش مع الاتحاد موضوع التحكيم، موضوع التحكيم والتطاول على الحكام. هيدا كمان هيدا اتفقنا باجتماع انه يكون في قرارات حازمه، حتى اذا رؤساء انديه عملوا غلط يكون في شيء غرام ماديه كبيره، وهذا الكل اتفق عليه يعني بجلسه امبارح. طيب وبالنسبه للخبير التحكيمي او خبير التحكيمي ليش لا، مش لازم نزعل اذا بيجي خبير تحكيمي يطور الحكام. لازم تزعل ولا هو مطلب؟ مش لازم يزعل، لا مش لازم يزعل الاتحاد. الاتحاد مش لازم يتحسسوا من الموضوع. هني برايك محسسين من الموضوع؟ لا ما ما ما, ما عندي ما عندي موضوع اكيد، بس اكيد اذا انا كنت عم بعمل شغله بدي فوت حدا اللي عندي أكيد بيتحسس يعني. أي شخص بيتحسس، بس إذا بلاقي هالشخص جاي يفيدني وجاي ينجحني ليش بيتحسس؟ ونرجع نحكي لازم معاشات الحكام تكون عالية. وكأني حتى اقترحت امبارح إنه يعملوا الاتحاد جائزة حكم الشهر. يعني نحن كشباب الساحل عاملين جائزة الله يرحمه الحاج حمود، آخر الشهر بيجي المدرب بينقي لعيب أو لعيبين $300 اسمها جائزة الحاج حمود. هذا تحفيز. تحفيز. هذا الحكام نحن بوضع سيء. الحكام مثل هالبلد يعني مثلهم يعني بهالبلد. يعملون الاتحاد جائزة إكس من الناس، جائزة الله يرحمه كابتن عمر مصطفى. عم يذكروا إنه قديمه كثير آدم وكيف كذا كذا. أي حكم من الحكام القديم الموجودين في سبع فلاح، هذول الحكام القديم سموها أو أي شيء اسم يعني. يعني جايزة تحفيزية للحكم. تحفيز الحكام بالإضافة لبدل مادي. بدل مادي عالي الحكم كمان بيتحفز. الحكم بيروح بيتمرن وهو مبسوط. شو عم بيخرب 3.5 مليون للحكم ما بيطلعوا حق بنزيناته. بيروح يتمرن ويحضر حاله للبطولة وكذا. ما يعني ما يعطي من قلبه. صح. مشان هيك ما فيك أنت تعطي ما تريحهم وتطلب منهم. بدك تريحهم وتطلب منهم وتعاقبهم، ساعتها مش انا اعاقبهم، هن اللجنه ونحن نحميهم كمان والجمهور يحميهم. يعني الجمهور اللي يسب الحكام كمان لازم ياخذ عقوبه. بس احنا اكثر كرؤساء انديه يعني بنحس فيه اكثر بدفع مصاري بتهيك بنحس فيه اكثر. ساعتها كمان انطرح انه الانديه تتحمل جزء من كلفه هذا الحكم. صحيح. هذا المحاضر نص الانديه اتفقوا انه اللي كانوا موجودين باول جلسه نحن ندفع نص، بس يكون محاضر جيد يعني.
حضر على مستوى يكون على مستوى مستوى عالي في مرتب يعني انت يعني ما حكوا 4-5 آلاف، ما في 4-5 آلاف، انت بدك تجيب واحد 6-7 آلاف يورو بدك تدفع له، بدك تجيب له بيت، بدك تجيب له سياره، بدك تجيب له كذا، بدك تجيب له كذا من اقل شيء 10,000 يورو. طبعا 6-7 10,000 يورو بالشهر او 10,000 دولار بالشهر بس اخر شيء مطمن باله. ما بقى حدا من الاندي تطلع تتطاول على على الحكام، او ما حدا عنده شك انه يكون في شيء مركب او في شيء. هلا الفار بيريحك، والفار كثير بيريح، 85-90% بيريح الفار، بدل في شغلات مثل ما عم نشوفها برا، بدل في شغلات انه وجهه نظر بتصير، وجهة نظر. تقدير الحكم، تقدير. طيب قبل ما بدي احكي شوي عن التضخم اللي ضارب هذه اللعبه، يعني في تضخم كبير، في اموال كثير عم تنزت، ربما مصاري اعلى من اللعبه. ايه اكيد اكيد، التيرن اوفر تبع الفوتبول اعلى اعلى من قيمه اللعبه. قبل ما احكي عنها بس بدي اختم موضوع الاجتماع والبنود. اخر شيء شو الخطوه الجايه؟ رحتوا عند الرئيس مئاتي بموضوع الملاعب، في لجنه عند الوزير بتصور بعد فتره قصيره، يمكن الجمعه الجايه في لجنه لتتابع موضوع الملاعب. موضوع الاتحاد، هل هناك متابعه مع الاتحاد؟ في عندكم شيء بعد مع الاتحاد؟ أكيد ولا لا؟ اكيد هذه يعني تحدد شيء اجتماع جديد او لا؟ هلا في حنعمل ورشه عمل. ورشه عمل ايه، اقترحوا الشباب يكون في ورشه عمل، نقعدوا كلهم ويناقشوا البنود ويروح فيها كلهم على الاتحاد. نحن اوريدي يعني سلمنا السيد هشام امبارح الورقة العمل، يعني مع اقتراحات يلي انتم مع الكل، مع اقتراحات ويعني هيدا موافق، هيدا مش موافق، هيدا موافق هون، يعني المسودة كلها اوكي صارت مع رئيس الاتحاد. صحيح، بانتظار انه الاتحاد يجتمع. لا بدنا نشوف ورشة عمل، انه روح الاتحاد يعني ورشة عمل بدها مشان نظام البطولة. نحن والاتحاد لازم نتفق، نحن والاتحاد نظام البطولة ما فينا نعمله، لازم الاتحاد يكون موافق عليه، يعني كل الشغلات اللي عم نعملها لازم يوافق عليها الاتحاد. في بعد شغله تذكرتها هلا بموضوع الاجانب، لانه اقترح في ناس اقترحوا الاجانب، ثلاث اجانب واسيوي. هلا يعني الهيئه حنرجع نضلنا ماشيين بثلاثه، مش ثلاث اجانب واسيوي بالسداسيه مثلا، السداسيه على اساس ثلاثه. هلا ترجع الانديه اذا بدهم ما في مشكله، الاتحاد ما عنده مشكله، بس بالمبدا بين على ثلاثه، بس انه الانديه الاتحاد بيقول لك انه عم تجيب لي 4 اجانب، بدي طلع لي لعيبه للمنتخب، عم طلع لي لعيبه ممتاز، طلع لعيبه، في عندك ثلاثه واسيوي، بس بعتقد حنمشي بالثلاثه. بتصور وضحت يعني البنود يلي الاقتراحات يلي، وهذا هذه شغله منيحه، اول مره الانديه تتفق على شيء. كمان من بين الفئات العمريه كمان بده كمان يكون كمان في ورشه، عشان ورشه على الفئات العمريه. حيكون في يمكن كاس لبنان للشباب، انا الاقتراح، انا اقترحت الاقتراح كمان ادب، وفي فرق يعني في لعيبه كمان مثلا 2007 السنه ما عم يلعبوا، ما عندهم بطوله، قاعدين بيتهم يلعبوا سنه الجايه. طب انت 2007 لانه بيحل لك 5 لعيب من 2006 تلعب خمسة من 2007. طيب انت ما عم تلعب 2007، اللعيبه ما عم يلعبوا، يعني بيوتهم في عندك لعيبه كثير عاليين. طيب انت قديم بيقول كمان اقتراح، لا لازم تعمل، يعني انت برايك كل سنه كل لا كمان يعملوا له حل او يدمجوهم، يعملوا حل الموضوع او ما بعرف، يعني دمج ما بضر الانديه. لكن كل سنه بدك بطوله، ما بعرف شو بكتب مواليد كل سنه بدك، ما بشوف يعملوا هن لا تقدر حلوه، يعني ما انا عم بشترك 7 فرق، بسبع فرق كلهم عم بشترك فيهم، يعني حدا اللي يشترك فيهم. لا انت الاكاديميه ماشي حالها، ماشي حال ابراهيم شبلي شغيل صراحه، باب دايره منيح 100% شغيل، والفئات العمريه كمان، والشباب والفئات العمريه كمان، والفئات العمريه لا هو حقيقه نموذج بالفئات العمريه وبالاكاديميه. هذا شباب الفئات العمريه عندنا محمود عليهم، الكابتن محمود من مجر التحيه، وعندنا بالاكاديميه استاذ ابراهيم شبلي صديقنا المشترك، صديق صحيح، وشباب كلهم ومدربين الكل اللي عم يشتغلوا موجود التحيه، والله يعطيهم العافيه وان شاء الله يعطيهم حسب نيتهم. من هيدا من هيدا الموضوع بدنا ننتقل لموضوع اللعبه وقيمتها، وهون كمان بدي ما في ما اسال قديش راضي عن النقل التلفزيوني سمير؟ هيدي يعني الام تي في صار 5 سنين بهذه التجربه، قديش راضي عن النقل التلفزيوني؟ يعني بكون الصوره حلوه عم توصل لكل البيوت كلها حلوه، بس انه ترجع قصه الملاعب، بدك ملاعب طبيعي، بدك ملاعب لل
لا شو في انت عادات نحن متحمل مسؤوليتها مش مش الملاعب. هلا قبل كان يعمل تدو تحليل بطلت عم تعملوه. لا اخر فتره اخر فتره صرت تعملوه. ايه رجعنا حنرجعه هذا. لا هو الفكره كان لانه الطقس كان شوي مش منيح بس هلا بس انت جاي في فكره متكامله عن التدو التحليلي. لا يعني الله يعطيكم العافيه وان شاء الله بدلكم بهم يعني لاعبين مثل بيقولوا مثل بيقولوا عم بتوصلوا اللعبه لكل البيوت لكل البيوت بس انه الافضل كان تنتقل كل المباريات بس هيدي بعتقد صعبه. عم تحاولوا يعني بدنا نقول نحن اثنين على التلفزيون واثنين اونلاين صحيح مرات ثلاثه اونلاين صحيح خمس اذا صار في عندك جمهور والاونلاين باي ذا واي الاونلاين عم بيكون باربع كاميرات صحيح مع اعادات مع كل شيء كانك عم تحضر التلفزيون. انت بترجع بتقول اذا انت مشيت بهال انه جمهور هذا فريق جمهور واحد بده يحضر جمهور ثاني كيف بده يحضر فريقه؟ كيف بده يحضر فيه يعني ما بيحضر فريقه عرفت كيف يعني كمان نايدي على كل الاحوال انه هن نحن مفترض نغطي الست مباريات نحن عم نغطي اربع الاتحاد عم يغطي اثنين نحن خمسه الاتحاد واحده صحيح. صحيح. يعني عم نتعاون مفروض اخر شيء كل العالم تشوف صحيح. فرقه صحيح صحيح. سؤال اخير بموضوع يعني التضخم هذه اللعبه انه نحن اليوم عم ندفع ملايين الدولارات انت 800,000 الانصار 1,700,000 العهد 2,000,000 النجمه 1,000,000 شي في ملايين عم تنحط على وترن اوفر كبير ومنتخبات عم ينحط عليها مصاري وانديه عم تدفع وفئات عمريه واخر شيء بنطلع بنلاقي انه اللعبه بعدها لعبه ضعيفه المنتخب ضعيف يعني من ورا المنتخب نتيجه الدوري دوري عم لك دوري ضعيف يعني هذا المنتخب هو عماده 80% محلي و20% محترف صح 100% غير عن 2011 ايام بوكير اللي كان 80% محترف و20% محلي بس دوري ضعيف بنرجع بنقول واسعار اللاعبين غالي صحيح عم تحكي لاعبين اقل لاعب بياخذ 50,000 دولار فريش بالسنه احسن من الحكيم احسن من رئيس جمهوريه 100% هلا لا معاشه اعلى من رئيس جمهوريه الله يرزقهم اللعيبه بس المشكله عنا في لعيبه بتوصل للمحليين بتوصل ل 120,000 دولار 10,000 دولار بالشهر لعيبه محليين بتاخذ 10,000 دولار بلعبه مثل هاي يعني هذا في تضخم كبير نتيجه كل ما تريح اللعيب كل ما بيعطيك اكثر انت برايك هيك؟ ايه بس للاسف نحن بلبنان عم نجيب اللعيب جاهز بدك تلعبه عم نجيب لعيب جاهز لعب تلعبه ما انت ما عم بتجيبه خلص حاضر وبتلعبه هون هذا اللعيب اللي عم تجيبه من برا وكذا هون بيكلفك مصاري هلا عكس شباب الساحل هلا بندفع بس مش هالقد ما بندفع هالقد احنا حاطين سقف وهذا المزبوط حاطين سقف نحن اللعيب اكثر من هيك ما بندفع يعني مش يعني اللعيب هيدا ياخذ غير اللعيب هيدا حاطين سقف ونحن الاولويه يكونوا ياخذوا اولاد النادي ولاد النادي ياخذوا المصاري ولاد النادي اللي ربيوا بالنادي هن كل سنه يعني بزدلهم شوي بدهم شوي بيوصلوا لمرحله انه هن مرتاحين ما في عندك هاي الاسعار قلت لا 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 ولا ممكن تصير ولا ممكن ولو حقولها لكريستيانو رونالدو 100,000 ما بياخذوا لا نادي شو انه يعني انه المفروض يكون في سقف انفاق ما بعرف كيف العمل كمان بتوفر حماس الأندية يعني أبو جاسم وقت يتحمس سلامتك وقت يتحمس خلص إنه بروح خلص بيتحمس بدك بيضرب السوق بيرفع الأسعار بطريقة بيرفع أسعار غير يعني يطلعوا الأندية الأسعار نجمة أنصار وعهد هذول الثلاث فرق صح طلع بيضاربوا على أسعار اللاعبين بتطلع أسعار اللاعبين يعني بيجي هلا مثلا إنه بدنا هاللاعب بكبوها هاللعيب بده يجي على النجمة أو بيجي أنصار ساعتها هيك بتحمس واللعيب بيعطيه أكثر هيدا ويعطيه أكثر هون ساعتها بتطلع اللعيب بس إنه اللعيب بالنهاية هاللعيب هو عم يستفيد نحن ما عم نقول صحتين على قلبه باللعيب هو عم يستفيد بس اللعبة شيء هيدي الأموال اللي عم تنصرف على هاي اللعيبة يعني الأسعار مضخمة كتير تنحط بغير مطرح بتفيد 100% يعني في لعيبة عم تنجم ما عم تلعب صحيح ما عم تلعب يعني بتدفع ما عم تلعب يعني مش عم تستفيد منها صح مش عم تستفيد منها واحد عم يستفيد منها أبدا على كل الأحوال أستاذ سمير كيف لقيت اللي حالك بهذه الدردشة
جاي جدا زي ما تقولوا زهقت. لا بالعكس غير كل هذيك الحلقات كثير منيح اليوم. لا مش انه قبل كان في انه هيك اخذ وعطى وكذا انه هيك بتقولوا هيك نديه، لا اليوم فريندلي. اتحاديا ماشي حالك مع الاعضاء؟ مع انتقدت بعض الاعضاء هلا تذكرت؟ انا قال لي كمان لا انا استاذ جورج سولانج انا بعتذر منه، بعتذر منه انا كمان. ليش قلت عنه هو؟ لانه ما بيش ما بيشتغل، تفاجأت انه باتحاد الشاطئيه وبسافر معهم وعم يشتغل وعم يجي يحضر جلسات الاتحاد. انا يعني ضد اي حدا بيجي بس انه انه لا يقعد على الكرسي برستيج، بيجي على الكرسي. وبعتذر من اي حدا اسأت له، اسأت له ان شاء الله. يعني يعني ما بحبش انت ما بتسيء لحدا، ما بحب اخر شيء بتحكي عن ما بحب زعل بس انا بس انا يعني اللي بقلبي بحكيه. يعني ما في ما في شيء اترك شيء، خلص بكبه بكبه الكلمه بكبه. تحيه لاستاذ جورج سولانج، تحيه للشباب كلهم والله يعطيهم العافيه. وان شاء الله مثل ما بيقولوا موجودين موجودين، يعني عشقنا أم أبينا الشباب هتكونوا موجودين، هيكونوا موجودين. لازم نحن هني نتعاون معهم لنطلع الأفضل لكرة القدم اللبنانية. أنا بدي أتشكرك سمير بو رئيس نادي شباب الساحل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. Thank you. شكرا.